لن تكون هناك ضرائب على المواطنين خلال هذه الأربع سنوات، هذه تم خلال الاجتماع وقيل. أيضا معالي الرئيس، البعض يتساءل عن هل هذه العلاوات ستسقط، علاوات الغلاء أو كذا، أيضا هذه تم مناقشتها في اللجنة، وهناك تعهدات من الحكومة أن تكون هناك آلية لعدم تعرض المواطنين لخسارة بعض العلاوات الأخرى. معالي الرئيس، أحبيت بس أبين للسادة النواب أن إحنا كلجنة مالية وحتى السادة الأعضاء كنا دائما نمشي معهم خطوة بخطوة، وكانوا على اطلاع تام بما يدور داخل اللجنة، وكل اجتماع كنا نجتمع مع الرئيس، وهذا أقولها لله عز وجل وللجميع. الآن من يتخذ مواقف هو مواقفه الشخصية، أنا أقول لك شخصيا الكل كان على مسافة واحدة من هذه المعلومات مع الرئيس وهذه التوافقات، وأتمنى أن احنا نصوت بضمائرنا بالفعل. أنا شخصيا راضي على ما توصلت إليه لأنه بتوافق جميع السادة النواب حسب رأيي الشخصي، وأيضا الحكومة أنا أعطيتهم كلمة أن إحنا هذه التوافقات وأنت بحضورك معالي الرئيس إحنا راضيين عليها لهذه المرحلة، وهذه ليست نهاية المطاف. هناك لجنة دعم أصلا أحيلت لها ملفات كثيرة مثل علاوات الغلاء والعلاوات الأخرى، هذا يكون إنجاز قريب جدا معالي الرئيس. أيضا هناك ميزانية أخرى عام 2024 و25 و26، هناك أيضا نطمح للمزيد من الإنجازات. هذه ما حبيت أقول الإخوان النواب أحطهم في الصورة تماما أن إحنا اليوم بنصوت لشيء لصالح المواطنين بشكل مباشر معالي الرئيس، إحنا ما قاعدين نصوت على شيء ضد الناس، هذه أمور فيها خير للناس معالي الرئيس. لو شنيب على ذي الطاولة ما بيكون مستوى طموح، مهما حطينا على ذي الطاولة ما بيكون مستوى طموحنا، لكن هذه التوافقات النهائية لو كنا نقدر نطلع سانتي أكثر من كذي طلعناه معالي الرئيس. هذه التوافقات النهائية التي جرت، وهذه اللجنة تعهدت مع الحكومة أن تكون هذه التوافقات وانعكست في الميزانية أمامكم. شكرا.